إلى حياة كريمة، حيث نظمت مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية علاجية مجانية بقرية طهن الجبل بشرق النيل بمركز المنيا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. قال منسق القوافل الطبية بالمنيا محمود خليفة إن القافلة ضمت العديد من التخصصات، منها الأطفال والبطنة والأسنان والجلدية وتنظيم الأسرة، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين. النهارده نازلين معانا تخصصات بطنه وقلب واطفال ونساء وخدمات تنظيم اسره واسنان وجراحه وجلديه وانف واذن، معايا معمل دم، معمل باره، جهاز اشعه اكس راي، ندوات تثقيف صحي، خدمه كشف مبكر عن الضغط والسكر، صيدليه بها كل الادويه الموجوده معانا الخاصه بالتخصصات الموجوده مجانا الخدمه من اول التذكره. في تحويل لنفع الدولة، بحاول أقرب مستشفى عام ومركزي لاستكمال إجراءات العلاج، سواء عمل عملية أو باقي الفحوصات أو العلاج مجانا.